طب قول لي قول لي يا مهيب، انت اتفرجت على ماتشات الاتحاد بتاعت الكاس الاهلي والاتحاد وده كنت متابعها جدا. طيب انت شفت النادي الاهلي اكيد في مشاكل فنيه، ما احنا ما مش هنضحك على بعض، بس انت ايه اللي قلته لنفسك؟ انت عشان عارف انت شخصيتك ايه، ايه اللي قلته لنفسك؟ لا لما اجت ان شاء الله اخد دوري في الفرقه، لا انا هعمل كده. يعني اكيد حضرتك عارف الدور اللي انا جاي عليه. انا حسيت في ماتش في ماتشات الفاينلز ان مفيش الكيك اوت دي مش موجوده. معظم لعيبه الاهلي عندهم خبرات في الدخول كويسه جدا، بيميلوا ان هم بيعرفوا يشوتوا بس بيميلوا ان هم يدخلوا درايفات اكتر. بالظبط كده، ما حدش بيحب اللي هو زينا زي ما حضرتك كنت بتلعب يستنى كده الشوطه يستنى، دي ما كانتش موجوده. ففي اوقات كتير ما كانتش، كانت عند الاتحاد، كانت عند الاتحاد بسياسه كابتن مرعي. يعني كابتن مرعي، وهو كابتن مرعي حق يقال هو اللي حط الموضوع ده فيا، هو اللي وظفني للدرايف كيك اوت. فدي شغلانه احنا كلنا بنعرف نلعب بوسكا، بس كل واحد لما يبقى ليه دور وكل واحد يعمله الفريق هيبقى في حته ثانيه. يعني انت حسيت ان موضوع الكيك اوت والشوطه السالكه اللي بتبقى طالعه من حتى كابتن اشطفي كان بياكد عليا في التمارين، هو عايز مني كده. يعني ما انا بعرف اعمل درايف، بعرف اعمل دريبل، هو عايز مني الجوب دي، فانا الجوب دي اللي انا جاي عليها. فدي اللي انا عايز اركز فيها ان شاء الله، ربنا يكرمني ويوفقني، ان دي انا حاسس ان انا هفيد الفرقه بيها. صحيح، الفرقه عندك مستين، خلي بالك انت ممكن تلعب ثلاثيه، ممكن تلعب اتنين، ده حقيقي. يعني انت عندك قال لي الموضوع، انا بقول لك لا، بس يعني بالخبرات اللي موجوده عمرو الجندي، ابراهيم الجمال، ابو النصر، كلهم يقدروا يدخلوا احسن مني. يعني هو كل واحد عنده ميزه وعيب. يعني انا شايف ان الى حد ما الحمد لله عندي ميزه في الشوطه اكتر من ليه ما استغلهاش بالظبط، ليه ما تتكش عليها بالظبط. خاصه انا اعرف انت ممكن تروح انت مهيب بيروح الصبح يشوط 500 شوطه كل يوم، ده حقيقي. انا عارف عنك، انا ده يعني دي حاجه عشان يعني نجيب دي وظيفتك ودي شغلتك والشوطه بتاعتك، فانا جاي عشان اعمل كده. ودي اللي كابتن اشرف الصراحه بيعملها دلوقتي، وعملت على فكره، وانت خلصت بطولات للسبورتنج بالشوطه الحمد لله. يعني وان شاء الله باذن الله يعني نخلص البطولات الاهلي برضه ان شاء الله.